وبعد ما اتكلمنا على الليست والتيوبلز، النهارده ان شاء الله هنتكلم على السد. ايه هي السد؟ دي فيها قريبه من نفس الفكره، س فيها تفاحه وص متغير فيه برتقاله، فانا عايز اعمل متغير واحد يكون فيه الاثنين، تمام؟ فدي هنعملها ازاي؟ لو هتعملها اتنين متغير مثلا اكس فيها ايه ابل تفاحه، واي فيها مثلا اورنج، انا عايز استخدم بقى ايه، انا بقى عايز استخدم ايه، عايز استخدم السد. الست البراكت بتاعتها بتبقى ايه؟ كيرلي براكت، تمام؟ اسمها ايه؟ كيرلي براكت. براكت دي وانت بتقول له شيفت جيم على الكيبورد. طب ازاي بقى اعملها؟ هنقول له مثلا روتس تساوي ايه، اقول له كيرلي براكت، واقول له اول قيمة اللي هي ابل، وتاني قيمة اللي هي ايه، تاني قيمة اللي هي اورنج. تعال نقول له فروتس ران كده، جاب لك هو ابل واورنج. طب تيجي نقول له ايه التايب بتاعها، فروتس ديت نوعها ايه، قال لك هي ايه بقى، قال لك نوعها ست، تمام. فانا كده قلت لك الست. طب ايه الفرق بقى بينها وبين الليست وبين التيوبلز؟ هنا في الست انا جيت كتبت له هنا مثلا ابل، وقلنا له ران هيجيب لي ايه في الاوتبوت، ابل واورنج، مع ان انا كاتب له ايه ابل اورنج ابل، مكرره ابل. في السيت لو في حاجتين مكررين يجيبها مره واحده، زي ما انت شايف هنا عندك ابل وابل يجيبها لك مره واحده. فالسيت ما بتتكررش، ما بتعملش حاجه اسمها ايه دوبليكيت، ما بيكررش، تمام؟ على عكس الليست والتيوبلز كان بيكرر. طب تيجي نستخدم كده الليست على السريع. تعالى الليست مثلا كانت اسمها فروتس مثلا ابل، والتانية كانت اورنج، والاخيرة خليها ايه ابل. هنقول له فروتس جابها لك، جاب لك ابل التانية اللي مكررة. فالليست بتكرر عادي. طب نخليها تيوبلز، نعمل البراكت خاص بيها. تعال نقول له فروتس كرر ابل في الاخر، انما السيت ما كررش، ما بيعملش دوبليكيت، بيكررش يعني لو في حاجه متكرره ما بيكررهاش في الاول، تمام. فدي كانت السيت، وحاولت اطلع لك فرق بينها وبين الليست والتيوبلز، تمام. فده كان الجزء الخاص بالسيت، وندخل على الجزء اللي بعده.